السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي أقدر أحصل على هوية موريتانية شخصية أو الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية موريتانية. رقم 1، بجيب النموذج الطلب وبملاه ملء نموذج الطلب. رقم 2، صورة شهادة الميلاد. رقم 3، صورة جواز السفر أو الباسبور، لأن طبعا في ناس ممكن يبقى عندها صورة باسبور بس ما عندهاش لسه بطاقة شخصية. رقم 4، صورة شخصية حديثة بيضاء 4x6، صورة واحدة بس. رقم 5، صورة فصيلة الدم أو كشف طبي بفصيلة الدم. رقم 6، صورة هوية الأب أو صورة البطاقة الشخصية بتاعة الأب. ورقم 7 والأخيرة، دفع الرسوم والطوابع. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية موريتانية. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.